مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الممثل مؤخرا ريفكا، وبعد حضور حفلة زواج صديق الانستغرامر عبد الرحمن. سئل ريفكا عن موعد زواجه، وكان جوابه في المقطع الآتي، والمفاجأة أنه قد لمح أن الفتاة ليست جزائرية، وقد رجح متابعوه أن تكون باولينا هي العروس. علاش قولي معاك تزوج؟ العام الجاي. سيريزمون. صح. العام الجاي. العام الجاي تعرضنا. تغنى ولا ملاح؟ ياخذ تجي تغني. قول لي اسكو منا ولا ملاح؟ اسكو تجي تغني. نجي نغني صاحبي. صار عليك. صح قول لي اسكو من البلاد ولا ملاح؟ ملاح. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.